السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بألف خير. عواشركم مبروكة وعيد سعيد، كل عام وأنتم بخير. اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم غريبة سهلة واقتصادية وبمكونات سهلة ومتوفرة في البيت. غريبة بشكلات فيرميسيل كتجي رائعة وحشيشة من الداخل ورطبة، كتجي بحال الغريبة البهلة، كتكون مشققة من برا، ما فيهاش مكونات بزاف، بلا بيض وبلا زبدة، وكتوجد في وقت قصير. بالنسبة للناس جداد في القناة، مرحبا بكم عندي في القناة ديالي، نتمنى يعجبكم المحتوى ديال القناة، وما تنساوش ديروا لي جيم وتخليوا لي كومونتير الا عجبتكم الحلوة ديال اليوم، ما تنساوش تخليوا لي كومونتير زوين، وشكرا لكم بزاف. بالنسبة للمقادير ديال الغريبة البنات، ما فيهاش بزاف ديال المقادير. عندنا كاس ونص ديال سنيدة، الكاس باش كنعبر تقريبا بحال كاس ديال العنبة، كاس ونص ديال الزيت، نص كاس ديال الفيرميسيل، جوج خمارات حمر، وواحد ساشي ديال الفاني. وبالنسبه للطحينه البنات، تقريبا درت 4 الكيسان ديال الطحين. بالنسبه للطحينه البنات، على حسب الخليط، عينك ميزانك حتى كتجمع لكم العجينه. العجينه ما كتكونش قاسحه بزاف وما كتكونش رطبه بالنسبة. انا استعملت 4 الكيسان ديال العنبه، 4 الكيسان عامرين. اول حاجه كنبدا بها البنات هي سنيده، كاس ونص ديال سنيده، ومن بعد كنزيد عليها كاس ونص ديال الزيت، وكنزيد عليهم واحد الساشي ديال الفاني، وكنخلطهم مزيان مزيان حتى كينسجموا لنا المكونات مع بعضياتهم. كنخلط غير بالضراب اليدوي، الضراب العادي، ولا كتخلطوا غير بيديكم. كنزيد الكاس الاول ديال الطحين، وكنبقى نجمع العجينه غير بالرؤوس ديال الاصابع. كنزيد عليهم جوج خمارات حمرين، وكنجمع العجينه. كنزيدو نص كاس ديال الفيرميسيل، وكنحاولو ندخلوه ونجمعوه مع العجينة. كناخد شوية من العجينة وكنكورها كويرات صغار، وكنضغط عليها شي شوية من الفوق، وصافي كنحطها في اللاطة.
هذا هو الشكل ديال الغريبة البنات. الفران خاص كي تكوني شعلتيه من قبل، خاص يكون سخون. كندخلوا اللاطه الفران وكنديروها لتحت وكنقصوا على الفران حتى للحد باش تشقق. تقريبا 10 دقائق عاد كتبدا تشقق لينا الغريبه. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم بزاف وبسلامه عليكم.